زي ما انتم شايفين فيديو اليوم رح يكون اكثر فيديو اكشن بقناتي. عندنا هون فريق البنات فريق الشباب واللي بيربح من الشباب له جائزه، اللي بيربح من البنات له جائزه. جاهزين؟ جاهزين. هسه رح اشرح لكم شو فكره الفيديو. هون رح يكون عندنا سلم ورح يكون هون عندنا الحديده اللي بنتشعبط عليها وبنرفع هيك. الثلاث بنات رح يوقفوا هون، حتضل ماسك وما رح توقع جوا المسبح رح تفوز، توقع جوا المسبح رح تخسر. خليكم جاهزين ونشوف شو رح يصير. جاهز طبعا. بيسان لانا روز، نهاية اسمها سوسو. اسمه نويل. شو هذا؟ نويل نويل يعني نويل نويل. خلص نونو. يلا تفضلي نونو. واو نويل ما شاء الله كبير. طول من حبل. اوه ماي جاد. اطول من العمود. بس اكبر من ابوي. انا متخاف. اطول من برج باريس. بيسان خايفة تطلع، حبل يوجع رجليها. طب خد هاي الحفاية بس. يلا بيسان. لا 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 لا. بيسان خايفة توقع. لا تخافي قوي قلبك. بيسان خافت ونزلت، فرح نعيد التشكيلة. لانا رح تكون بالنص، بيسان رح تكون هون، والبنت الأجنبية رح تكون غاد. اعطيني شحاطة. علينا ما شاء الله. الفيديو بصير أحلى، الدنيا صارت ليل. وأخيرا هسه رح نبلش 1 2 3. هلا والله رح أقطعكم شوي بالفيديو بس جايب لكم أخبار حلوة. إذا بدكم تكونوا صداقات أجنبية وتغيروا المود وتغيروا الأجواء، ما إلكم غير تطبيق أب لايف، من أكبر التطبيقات البث المباشر في العالم. الإشي اللي رح يلزمكم إنه في 19 مليون ستريمر، 260 مليون مستخدم من مختلف البلدان والمناطق، مثل الناس الآسيوية والأمريكانية والعربية وغير مناطق. بتقدر تتفاعل معهم وتطلع معهم على البث المباشر وتتواصل معهم كلياتهم. أكيد حبايبي منكم 90% بيعاني شوي من اللغة الإنجليزية، مش كثير فيها، بس الحلو بتطبيق أب لايف إنه بنفس الثاني بترجم لك في مترجم، بترجم لك بنفس الوقت أي إشي بدك إياه. وكل هذا الحكي فيه كمان ناس كوميدية وبتضحك، بس أنا راح أصير أفتح لايفات وأرجيهم غير المذيعين والموهوبين، ناس كثير مشهوره بتفتح لايفات باب لايف، بتقدر تتواصل معها وتطلع معها لايفات تحكوا معاها. مش بس بكون باللايف شخص وشخصين، في اشخاص بيقدروا يستضيفوا مجموعه على اللايف عندهم، يعني بيكون اكثر من شخص موجود داخل اللايف. هذا يعني بتقدروا مباشر تتواصلوا مع مشاهير وفنانين وموهوبين وموسيقيين وراقصين بنفس اللايف. وعلى فكره الميزات بتقدروا انتوا تفتحوا لايفات وتكسبوا المال وتيجي ناس تدعمكم على اللايف. والحلو من الموضوع انه اب لايف يحتوي على ميزه كثير رهيبه، بتقدروا تشوفوا من المنطقه اللي انتوا ساكنين فيها مين قريب منكم يستخدم اب لايف او فاتح لايف، بتقدروا تطلعوا تشاركوا معه باللايف. وهيك حبايبي بكون حكيت لكم كل الميزات اللي بتجنن بافخم تطبيق اللي هو اب لايف. راح اترك لكم تحت رابط بالوصف، حملوا تطبيق اب لايف وان شاء الله راح تنبسطوا فيه كثير، بنفس الوقت بتقدر تستفيدوا مصاري وانتوا قاعدين في البيت. خليكم معنا للفيديو. أبلاو دور. أنا ما ماني حزانة. يلا ماني حزانة. بدنا نشوف مين أكثر واحدة تاخذ وقت. ماني حزانة. لازم تكوني قدها. ماني قدها. شو ها أنس؟ أنس واو ما شاء الله. أنا متحمسة بعد، أنا بدي أشوف مين بدي يفوز بهذا الفيديو. كلكم تعبانة هاي والله دقيقة ونص. أوه ماي جود. أنا بفكر لو أنا بتفوز لأنه بترجم. خسرت بيسان. خسرت بيسان. بيسان خسرت. هسه باقي لانا ونونو. متحمس مين بدي يفوز حبايبي. اوه نو بلش وقت العذاب. مين راح تفوز لانا ولا الاجنبيه؟ يلا مين راح تفوز؟ لانا لازم تفوزي. لازم لانا. حبايبي طولوا كثير. مين بتتوقعوا راح يفوز؟ جوكر احمد؟ لانا. لانا
انا شو لها بنت مش طبيعي ما شاء الله هيركوليس او ماي جاد بليز بليز اي نيد هيلب بليز خمس دقايق كبيره انس اوكي انس شو هالمسخره هاي انس خذ ما عاد بدي اصوت خذ ما عاد بدي اصوت ما عاد بدي اصوت شو المسخره هاي يا انس شو ما شو بتعمل انت تعال هون شو المسخره هاي يا انس شو عم تعمل انت ما بتعرف تسبح لا جدك ما بتستحي على حالك ما عندك جنس الاحترام شو ما بتعرف تسبح حرام تعرف لا حرام لا حرام اتركها لا والله انا ناديت لك قلت لك انس تعال انت تسبحي تسبحي بالسالي انت بتعرف تسبحي حتى ولو ايه اللي بتحكي لي شو ما بستحال وما عندي اخلاق ما بتستحي على حالك وما عندك اخلاق وطفي الكاميرا بس لا تزوديها لا ما بتعرف تسبح حرام عليك ما حلوه الحركه منك غرقت ما هي الكندا تغرق حرام عليك روح معك روح لعني تضرب انت وهالتصوير مش منطق اللي بتحكي انا سوتها يا انا كثير زودتيها تعال شو الحركه هاي شو حرام شو الحركات هاي يا انس جد انك بلا اخلاق وما بتستحي على حالك ما بدي اشوف وجهك العمى ماشي يا انس ماشي يا حيوان تعال نحكي لها مقلب بلاش اليوم نرجع في طيارة على الأردن خلاص روح من هون روح من هون ولك روح من هون خلينا نحكي روح من هون مقلب روح روح من هون مقلب روح من هون انت شفتي شو عملتي فيه قبل يومين رحت جبتي لي واحد اجنبي وخلتيني اتمشكل معه حبيبي الاجنبي ما لمسته صرت اعمل له هيك ساعدته قلت له يلا تعال اطلع من المسبح عملت له هيك انت كثير زودتها كثير زودتها بطل في خجل بطل في خجل روح من وجهي انا اقسم بالله والله العظيم انت جبتي لي واحد اجنبي وخلتيني اتمشكل معه انس فعملت نفسك عشان اجاكرك تمام وانا يعني حاولت قد ما اقدر اضل جدي عشان بدي اقهرك كنت وعملت اللي بدي اياه لا اه طب عملت اللي بدي اياه انا كمان وراح اشوف وجهك عملت اللي بدي اياه يلا روح مو خلي مو لا فاهمه قصه الفيديو كامل اه مو فاهمها صح انا بعرف احكي انجليزي بعرف ايش ايه ما بتعرف ولك انس انس اقسم بالله بفحصك بارضك انا ما عندي مزح حبيبي انا حكيت له مو مو انت واحد حيوان لا شوف انا انت معك معك انا معك يعني معك انا لما اعمل مقلب انت معي معي مقلب معك نص نص اسمع شو اللي صار انا شو قلت لما قلت له بدي اجيب لي بنت على اساس بدي اعمل تحدي بنات تمام واعمل مقلب في بيسان ورحت عملت الحبل بارتفاع صغير عشان طولي فكرت البنت اللي جاي نفس الطول تبعي فلما اجت البنت مو بقول لي هاي البنت اتطلعت عليها وانصدمت ولك طويلة والله ما فيني عم بعمل هيك عم بقول يا زلمة ليه شايفينها طويلة انا لما شفتها هون انصدمت قلت ما بزبط عند يعني وقفت على الحبل انت رح توقعي المهم قلت شو كمان اصدق عم تمسخر لسه ولك ما بتمسخر بس حبايبي عشان تعرفوا كنت قدها والله انه بايخ لسان هيك تولع غير 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 هذا لسه ما عملت اشي يعني بس رحت مسكت ايدها اذا بتزوديها مسكت ايدها ونطيت وراها وانقذتها وحكيت له في الفيديو انا عارفك على والله ما بدي تضرب انت وياها تعالي هي مسكين البنت I'm sorry it's not gonna prank والله ما بعرف شو هي يا اوكي don't worry I'm sorry because of no شفت البنت مسكينة مسخنة حبايبي طبعا البنت مسخنة مسكينة guys والله يعني بأحرجني انا ابوقاني بمراحج مراحج مواقف محرجة حبايبي انت تعرف لو البنت كانت بحجم بيسان كان بيسان غارة اكثر من هيك بس عشان هاي ما شاء الله طويله حبايبي يعني كثير طويله شوفوا لا
نهاية الفيديو بوعدكم وعد من أنس الشايب، إذا الفيديو هذا بيوصل 200,000 لايك أعمل فيديو أقوى من هذا، واكتبوا لي رأيكم بالفيديو بالتعليقات وبشوفكم بالفيديو الجاي. خلاص حبيتيها للبنات؟ حبيتها بس أنت بدي أخرب بيتها. بسان بتقول I love you. I love you. بسان بتقول I love you. بس أنت لا. والله I love you. خلاص سد الفيديو. أنا I love you. ومو بلوجز والله. شو؟ I love you both. I love you. شو؟ شو؟ لا. شو I love you مش love you؟ I love you both. But I love you more.